السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة جوري روز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا لليوم حمص التونة. بداية راح نحتاج زيت وبصل، فلفل حار أو فلفل رومي، وزنجبيل. أنا عندي زنجبيل طازج فأضفته، لو حابين بعد ورق كاري. فيلا نبدأ نشغل عليه النار. الوصفة هذه أسميها الوصفة المنقذة، لو حابة تطبخي حاجة يعني تكون لذيذة ومغذية وبنفس الوقت سريعة، ما تحتاج شيء. بس اللهم الحمصة جهزيها مع البهارات وطماطم. تحتاجين التونة، التونة ما يعني هي أصلا مستوية، تحركينها معها كم تحريكة وخلاص. تقدرين تاكلينها مع رز، تحشين فيها صامولي، خبز. فالحين أنا بضيف البهارات، البهارات حسب الرغبة، بس الحين بعلمكم إيش بضيف. راح نضيف كزبرة، كمون، كاري، فلفل أسود. طبعا البهارات يعني مو ضروري نفس اللي أقوله أنا، أي نوع أنتم تحبون. بعد نزلنا هيل، الهيل أنا ما أقدر أغيره، لازم أحطه. يعني ممكن إني أغير البهارات الثانية، بس الهيل والكاري أهم شيء. أذكركم أحب إن يكون لونه مايل على الصفار. تقريبا هذه هي البهارات الأساسية. الحين أضيف التونة، نحن نحب اللي تيجي كتل، بس لو ما في مفتتة أوكي، بس الكتل أطيب. بعد ما تضيفون التونة إذا حابين يعني تزيدون بهارات بعد شوي على حسب، بس أنا خلاص بكتفي بالبهارات اللي أضفتها. الحين نحط اللي بعدها طماطم وشوية فلفل رومي. الحين بضيف مكعب ناجي، أضفت شوية زيادة هيل وشوية كاربات. يعني ذقتها حسيت لسه في بهارات شوية قليلة. أضيف بعد شوي فلفل حار، فلفل أحمر. نضيف بعد زيادة نص مكعب من الناجي.
ونحتاج إما ملح ليمون أو عصرة ليمون، ليمون طبيعي. شوف أنتوا تحبونه هذا الفرن أو شوفه متوفر. ملح الليمون ضروري يكون موجود صراحة كل بيت يعني، لأن أحيانا يعني البيت ما فيه ليمون، فملح الليمون ينقذ الوصفات. بشوف الحين إذا لقيت ملح ليمون بحط، إذا ما لقيت بجيب ليمونة. بأجي ملح الليمون أو الليمون الأخير، الحين الخطوة الأخيرة أو قبل الأخيرة أضيف بعد بصل. فلفل حار، احنا نحب يكون سبايسي. خطوة البصل مو ضرورية، بس انا احب دائما كذا لما اسوي الحمسة احط نص البصل بالاول والنص على الاخير. الحين قبل لا أطفي أطفي النار بدقيقة، أضيف جوز هند. بسم الله. جوز الهند يعني لا تستغربون ما رح يكون نكهته مع التونة نكهة جوز هند تحسونهم كذا بغرابة، لا يكون في نكهة حلوة وممزوجة كلها متوازنة مع بعض. نقلب كذا تقريبا، ما يحتاج نطول على النار. في البيت يقولوا لي كسر جوز الهند عادي يعني حبوه. خلاص كده تمام، خلصت الوصفة. طفي النار والحين بعصر الليمون. بعصر الليمون، ليمونة نص ليمونة، شوفوا انتو كيف تحبوا مستوى الحموضة. وبيكون يعني نص ليمونة مناسب، ما رح يكون حامض بس بيعطي طعم حلو. ممكن تضيفون زيادة على راحتكم. خلاص كده خلصت الوصفة والحين وقت التقديم. وهذا الشكل النهائي للتقديم، تقدروا تحطوه فوق الرز أو تحطوه على جنب. جربوا الوصفة وإن شاء الله إنها تعجبكم. إلى هنا وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى يكون أعجبكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.